اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية. في عز ما العالم كله في حاله قلق وفي حاله رعب وفي حاله خوف، في عز ما الناس كلها الحقيقه يعني قلبها خارج منها بسبب مشاهد كتير مؤلمه بنشوفها في ايطاليا، بنشوفها في امريكا، اعداد مهوله يعني بيصابوا بالفيروس، ربنا يلطف بكل الناس اللي بتتفرج او اللي ما بتتفرجش علينا ويلطف بالعالم كله. الحقيقه ان احنا واحنا قاعدين في بيوتنا امنين، اعتقد انه في شويه تطمينات مخلينا مطمنين. مبدئيا انه في ناس سهرانين على يعني تنفيذ الاجراءات الاحترازيه اللي يعني ايه بتطمننا شوي، يعني في جيش، في جيش ابيض، في ناس سهرانه علشان تعمل الاجراءات وتنفذها بحذافيرها. دي اول حاجه شويه مطمنانا انه الدوله واقفه في ظهر الناس وبتحاول يعني انا النهارده سامعه ترامب وهو بيتكلم الصبح، يعني تحس انه في هو مش خايف، هو اهم حاجه عنده الاقتصاد، اهم حاجه عنده انه لا المحلات ما تقفلش، لا كده، وبيواجه يعني زي ما بيقولوا هجوم شديد جدا، لان الراجل ده ما عندوش رحمه بالناس، يعني بيتكلم انه السن الكبير ده مش مشكله دلوقتي، احنا اهم حاجه الشباب واهم حاجه الاقتصاد. احنا في مصر الحقيقه لا، احنا في مصر اهم حاجه صحه الناس واهم حاجه يعني انه احنا نحافظ على الناس دي، وعشان كده كل الجهود بتتضافر علشان المحافظة على أرواح الناس دي. دي حاجة. تاني حاجة احنا شوية مطمنين ان احنا في كنف ربنا سبحانه وتعالى، احنا في شهر احنا في شهر شعبان، والناس كلها سواء اللي بيعملوا خير، سواء اللي بيدعوا، سواء اللي بيصلوا، سواء اللي بياخدوا بالأسباب، الجيش الأبيض بتاعنا، الدكاترة، الممرضين، الناس دي كلها الحقيقة يعني انا واثقة انه في قلوبهم إيمان، وانا واثقة انه الناس دي النية سابقة العمل، يعني لما الواحد بيعمل عمل وسابقاه كمان النية انه يا رب كده جعلها في ميزان حسناتنا، انا واثقة انه ربنا هيضاعف الخير بسبب الناس دي وبسبب الخير اللي جوه قلوب الناس. احنا النهارده الحقيقة هنتكلم على فكرة الخير وفكرة شهر شعبان وفضله، وانه الأعمال بترفع فيه، فازاي كل خطوة احنا بنعملها ان شاء الله ربنا يرفعها. دكتور مصطفى فتح الله المتحدث باسم جمعيه البر والطاقه المصريه، منورني يا دكتور. اعزكم الله ورفع الله قدركم. اخبار الدنيا ايه واخبار الخير ايه واخبار شعبان اللي داخل علينا، هل نقلق ولا نطمن؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس. وكون حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يغفل عنه كثير من الناس، إذن ففيه الخير العميم أكثر من أي شهر في العام، ما عدا طبعا شهر رمضان له خاصية طبعا. وبعد ذلك هتكلم أن شعبان لو إحنا لحقنا فيه الخير فممكن يكون أفضل شهر موجود في السنة. الأعمال الصالحات تتضاعف في هذا الشهر. النبي صلى الله عليه وسلم يغفل عنه كثير من الناس. عايز أقول إن إحنا عندنا صدقات، عندنا زكوات، عندنا حاجات كتير قوي قوي قوي، الناس منتظرة شهر رمضان لما يجي. في حالة ما نحن فيه من وباء أو من أمر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه عن مصرنا الحبيبة وعن بلادنا جميعا، في هذا المكان، في هذا المقام، في هذا الأمر بالذات لازم نعرف ان في اولويات. يعني سيدنا ابن عباس يجلس تحت الحجر ليله يعني في ليله 27 رمضان في الاعتكاف، وبعد كده يجي له واحد يكلمه كلمه في ودنه ويقول له كذا كذا، فيقوم يجري معاه، فبعد ما شويه يرجع يقول له: يا ابن عباس، اتترك الحجر الاسود في ليله القدر وتقوم مع احد الناس ثم تعود؟ فشوفوا سيدنا ابن عباس يقول: قال لي حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يخرج أحدكم يخرج من مكانه في حاجة أخيه حتى يقضيها له ثم يعود قضى له حاجته وخرج بالنية علشان يقضي له حاجته، خير من الاعتكاف في مسجدي هذا 70 سنة أو في هذا المسجد 70 سنة. إذن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان ممكن كمان في ليلة هذه الليلة العظيمة
ليلة القدر أنا ممكن أقوم منها وأبدأ أعمل خير أفضل بكتير أوي 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 من إن أنا أعتكف في هذا المكان. فجي شهر شعبان أنا منتظر رمضان لما يجي عشان الصدقة في رمضان ب70، الزكاة في رمضان ب70، فأنا منتظر. ولكن في حاجة اسمها باب في الفقه اسمه إغاثة الملهوف. إغاثة الملهوف اللي هو إيه؟ اللي هو جاي شعبان وجعان ومش لاقي، لو قعد لغاية رمضان هيموت. طيب استناه لغاية لما رمضان وهو بيموت في سكرات الموت وأقول له خد أنا جبت لك أكل عشان تشرب، خد أنا تصدقت عليك، ولا ألحقه في شعبان حتى إذا دخل شهر رمضان بدل أنا ما باجي في رمضان وأبدأ أفرق عشان الناس تدعي لي، لا ده أنا بفرق في شعبان عشان لما يجي رمضان يتفرغ الناس للدعاء لي أنا، يبقى أنا اللي أصبحت كسبان. فإحنا نعجل بالخير، وزي ما إحنا شايفين إن كل الناس دلوقتي بتعجل بالخير في كل مكان. إن كان حضرتك بتتكلمي عن الأطباء فبيعجلوا في الخير، إنهم بينزلوا بسرعة، سيبوا بيوتهم وأزواجهم وحالهم كله. يمكن أطباء كتير قوي عايز أقول لحضرتك في الحجر الصحي وقاعدين في وسط الناس وبيكتبوا اعتذارات على الصفحات للمرضى بتوعهم، أنا آسف مش قادر ان انا اجي العياده عشان اكشف عليكم، عشان بعد ما اكشف عليكم هاخد فلوس. بيقولوا لهم احنا انا اسف مش هقدر اجي لان انا جوه الحجر الصحي ومحتمل اكون اصبت بالمرض الكورونا، فحاجي علشان اكشف عليكم ممكن تتعرضوا للمرض. شوفي اي جهاد. لا ده انا جاي لنا رسائل، مجموعه من الرسائل في جروبات المدارس، مجموعة كبيرة جدا من الأطباء اللي قافلين عياداتهم وكاتبين أرقام تليفوناتهم، مستعدين يتلقوا أي رسائل على الواتساب، ويعني أي حد مش هيقدر يروح له العيادة بالمجان. يعني كم الدكاترة اللي بتدي من وقتها وعندها استعداد يعني تتابع أي حالة عن طريق التليفون، أي حد مزنوق، طيب أي حد في الحظر مش عارف ينزل الساعة 7 بالليل. بالزبط. فالحقيقة كل دي برضو ده ثواب عظيم. يعني أنا مش هنزل ومش هدفع كشف ومش هجيلك ومش هتكسب وكده، وفي نفس الوقت هو قاعد هيستقبل التليفون وهيرد وكده. فالحقيقة ده برضو ده ثواب عظيم وبذل. ده بذل بمجهود وبوقت. طيب جمعية البر والتقوى، أنا عارفة أنها بتعمل قوافل طبية، وعارفة أن هي ممكن تكون بتقدم إيه في الفترة دي؟ إحنا بالفعل القوافل لا تنقطع من فضل الله سبحانه وتعالى. إحنا بمجرد ما بننزل يعني بنجمع السادة الأطباء وبنجمع الناس اللي موجودة معانا والأدوية اللي موجودة، وبننزل نعمل كشوفات في أماكن كتيرة جدا جدا كقافلة طبية. ممكن تروح إسماعيلية، ممكن تروح لغاية أسوان، ممكن تروح لغاية المنيا الصعيد. وبعدين أنا عايز أقول حاجة، احنا بنستعيد كمان عن دوت. انا بقول ان احنا في يوم من الايام ربنا يكرمنا بدأنا فعاليات إقامة المستشفى إن شاء الله اللي هتكون في دمياط. أنا عايز أقول يا جماعة المستشفى دي لو كانت موجودة كانت هتتحول النهاردة لحجر صحي ومستشفى، لأنها في وسط 5 محافظات. عرفنا بقى الحاجة اللي احنا مكسلين عنها في عمل الخير ديت، احنا النهاردة محتاجينها قد ايه. وممكن نبص ونشوف ونشوف قد ايه العمل معنا الخير صور دوت. لمستشفى البر والتقوى، إن شاء مستشفى الله البر والتقوى في الطريق الدولي. حفظت بقى الطريق الدولي بتاع دمياط بالظبط كده، وبتخدم اعتقد حوالي 5 محافظات. وعلى مساحة 650 أسمع أنا أيوة حضر. صح. على مساحة 650 متر الحقيقة. ضخمة أكثر من دور. المفروض إن احنا نبتدي تخيل حضرتك في موقف زي اللي احنا فيه دلوقتي ده. الست أدوار دول لو اتملوا مرضى ودكاترة وتمريض وأجهزة وحصلت عملية استشفاء لكتير جدا جدا من المرضى، يبقى المستشفى ده عمر كام محافظة وابعد هذا الفيروس او هذا المرض وغيره او ما يستجد بعد كده. يبقى احنا لازم كل الجهود تنصب في هذا المكان، علشان هي دي الصدقه الجاريه، هي دي الزكاه الفعليه للناس، ان هم يقدروا ان هم يعني يجدوا المردود. تخيلي بقى حضرتك كل واحد بنى في هذا المكان ياتي يوم القيامه ومعاه مكت صغير كده للمستشفى ويقول يا رب انا ساهمت في بناء هذه المستشفى. شفاء للناس، استشفاء للناس، عمل خير. شايفين حجر، الحجر الواحد بس الطوب الأحمر ده يوضع في الميزان يوم القيامة. يبقى أنا عندي
بسرعة يا جماعة، شهر شعبان محتاجين ناس كتير جدا جدا تفتح لهم بيوتهم ياكلوا ويشربوا، ناس كتير قوي 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 محتاجين الصدقات في الوقت اللي احنا فيه ده. وزي ما بندعو دايما بنقول يا جماعة في أموال فائضة في بيوتنا، لأن احنا قاعدين نص الشهر كله داخل البيوت. فهلموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أنا عايز أقول أن هذا بيان للناس، ربنا سبحانه وتعالى عمل هذا البيان للناس وقالوا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم علشان يقول لنا بعد كده هذا بيان للناس، وبعد كده يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. وأنتم الأعلون يعني اللي هيجي لكم ده هيجي لكم حاجة تصيبكم، ولكن ما تزعلوش ما تضعفوش، أنتم الأعلون بالخير الذي تقدموه، أنتم الأعلون بالخير الذي سوف تلقونه بعد ذلك. فسبحان الله تبارك وتعالى، احنا لازم نعلم كتاب ربنا ونقرأ في كتاب ربنا، ونعلم أن هناك من هو أدنى منا ويحتاج مساعدتنا. فعلينا أن نسرع حتى يرتفع عنا البلاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن هذا المنبر يكون لهذا الأمر نداء، مش مصر بس، الوطن العربي، لكل أرجاء العالم اللي بيشوفونا دلوقتي، أن في ناس بالفعل محتاجين منكم حبة، نقول إيه، حبة الدواء، أن هو لو استشفى بيها وتقوى بيها للعبادة، على الأقل أول ما يشفى هيرفع إيديه لله سبحانه وتعالى ويدعو لك أنت أيها الغني صاحب المال. وصدقني والله، يمكن أنا بقولها دعوة للناس، اللي حاسة أن أولادها مش بيسلموا عليها أو قاطعين أرحمهم، اللي حاسس أن ابنه غايب، اللي حاسس أن ابنه مريض وممكن ما يشوفوش تاني، اللي ذهب راح الحجر الصحي وخايف أنه هو يموت وما يرجعلوش تاني، اللي ابنه غايب في بلاد برة ومحبوس مش قادر ييجي، كل الناس ديت في احتياج، كلهم بيقولوا يا رب، لكن بتصعد مع كلمة يا رب الصدقة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم من أي دنس، من أي مرض، من أي فيروس، وتزكيهم أي تعطرهم. يقف الإنسان المتصدق بين الناس جميعا ظاهر الوضاءة جميل الخلقة، فيكون من أهل الجنة. كان في يعني سيدة بتحكي إنه يعني بنتها كانت مريضة وفضلت تدعي وبتاع وكده ليها، لكن يعني كانت بتحكي إن هي نزلت عملت إطعام للناس اللي في اللي في المستشفيات. ولفت بالوجبات بايديها بنفسها، وتنزل وتدخل اوضه اوضه، حضرتك عارف المستشفيات الحكومه بتبقى الغرفه كبيره والسرير جنب بعض. واهاليهم غلابه وجايين من البلاد وكده. واكتر كلمه كانت بتسمعها وحست انه ربنا سبحانه وتعالى يعني الكلمه دي ان شاء الله يتقبلها، هي ربنا يجبر بخاطرك. فكرة جبر الخاطر، طيب يعني الناس تاخد منها الوجبة ويقولها ربنا يجبر بخاطرك، وكانت بتحكي انه فعلا ربنا جبر بخاطري. فكرة جبر الخاطر يعني انه انا بنزل اعمل حاجة لجبر الخواطر. اللهم صل على سيدنا محمد. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا كلنا دلوقتي ايقنا ومعترفين ان هذا جندي من جنود الله في الارض، نزل علشان يظبط شوية امور. طيب لما ربنا ينزل جندي من الجنود علشان الناس، فلازم يشوف الناس ايه بتدعو، الناس بتعود، الناس بترجع الحقوق، الناس بترجع لله سبحانه وتعالى. كلما ارتفع الدعاء والصدقات كلما خف البلاء. اصل ربنا رحيم وكريم، ماذا يفعل الله بعذابنا؟ لكن لما انا اشوف كل شويه ناس الإبي يكسروا حدة العامل النفسي، اللي جايب بيانو في البلكونة، والناس اللي واقفة ترقص في الحظر في الشوارع، واللي مشغلين أغاني، واللي يقول إحنا هنعمل حفلات في التلفزيون، ربنا بيقول لهم طب أنتوا عايزين تكة كمان؟ عايزين حاجة كمان؟ بدل ما إحنا نجأر إلى الله بالدعاء، إحنا عمالين كذا؟ يا جماعة ده وده يعني اجبروا الخاطر بالناس. عودوا إلى يعني رب ده العالمين. لا يمنع يعني فكرة إنه حد واقف بيتسلى أو بتاع، لا يمنع إنه ممكن يكون بيدعي أو إنه ممكن يكون بيدفع أو بيبذل أو كده. يعني اتسلى على قد صوت الحاجة اللي أنت عايز تتسلى. سيب الناس، ممكن واحد يبقى زي ما بنطوف حوالين الكعبة، أستاذة دعاء ربنا يرزقنا يا رب ونعود لنطوف حول الكعبة. حضرتك لو واحد وقف يدعو بصوت عالي ممكن يلخبط واحد تاني في حال تاني.
فكل واحد بيدعو حتى يسمعه الله عز وجل تبارك وتعالى. جبر الخواطر على الله ده زمان، او يمكن كان زمان يقولوا دي اغنيه جبر عبادة. الخواطر دي جبر عبادة. الخواطر دي من احب العبادات لربنا سبحانه فنسأل وتعالى. فنسال الله سبحانه وتعالى ان الناس ترحم الناس فيخرجوا من بيوتهم يجبروا الخواطر. اصل شوف حضرتك، التصديق بما انزل الله وما قال رب العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده اهم شيء واقرب شيء لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقه، يبقى صدقه النبي. داووا مرضاكم بالصدقة، يبقى صدقة النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي نزلت تجبر بخاطر علشان تطعم وتسقي وتدي خير للناس، فهي سمت كلام النبي وصدقت. فإذا على الله أن يكرمها كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا بيقول في القرآن: واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن فيكم رسول الله. فلازم إحنا نعرف أن إحنا سيدنا النبي وسنة النبي وقرآن ربنا موجود حوالين مننا في وسطينا. عايزين إيه؟ عايزين نهيب بسرعة بالناس ونقول لهم: يا جماعة كونوا عبادا ربانيين. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع لهم في الليل أزيز كأزيز النحل من كثرة قراءة القرآن. والسلف الصالح قالوا: إذا دخل شعبان كان الناس يتركون كل شيء ويفتحون المصاحف استعدادا لشهر رمضان. وبجانب المصاحف الصدقات والبذل لله تبارك وتعالى. أخيرا، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. نعم. بمعنى ايه؟ اعمل الخير هتجد ان ربنا اذهب عنك اذى ليك ولاولادك وكذا وكذا وكذا. يمكن الصدقه اللي حضرتك بتقوليها او بتعمليها هي ديت اللي منعت ان يكون في فيروس دخل في حته معينه او مكان معين، فرفع الله الابتلاء كرامه لانك مخلصه لله تقدم لله الخير. جميل. أنا في نهاية فقرتنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور مصطفى فتح الله، المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والتقوى المصرية. أعزكم الله ورفع الله قدركم يا فندم. شكرا جزيلا. فاصل، وبعد الفاصل فقرة البيت.